عناصر المولودية تطالب بركلة جزاء وعناصر الشبيبة انطلقت في هجوم معاكسة والبطاقة الصفراء الثانية. الحمراء الحمراء يا ديانج وقعت في المحذور يا ديانج. وقعت في المحذور يا ديانج في مدرب شبيبة القبائل هو خرج وقاسي ودخل الرناي ربما باش يكون أكثر هجومي. بعد يعني هذه الكرة الخروج اختلط الحابل بالنابل على شبيبة القبائل واختلطت الحسابات على صالح وشبيبة القبائل. أكبر المتفائلين من جانب المولودية لم يكن ينتظر هذا السيناريو والمتشائمين من جانب الشبيبة لم يكن ينتظر بأن الشبيبة ستلعب المولودية تلعب بعشرة عناصر وتأخذ الأسبقية ثم تتحصل على ركلة جزاء بعد هذا الخروج السيء للحارس أمام فريوي. سنشاهد الإعادة. فريوي قدم رجله أعتقد بأنه تسرع فيها وفيها هذه الكرة. أمادة وصالحي أمادة وصالحي صلحها صالحي صلحها صالحي وبعد المباراة من جديد صلح صالحي أخطاء في هذه المباراة خطأ الهدف الأول وخطأ ركلة الجزاء فكان صدا منيعا في هذه الكرة التي صدها ورد كرة أمادة. المباراة انبعثت من جديد أيها السادة والسيدات صدقوني ستشتعل أكثر لأن عناصر الشبيبة لن تكتفي بعد هذه التسديدة. ما هذا ما هذا ما هذا صالحي في المكان المناسب أنقذ مرماه من هدف محقق آخر بتسديدة قوية من نفس اللاعب أمادة. أمادة كاد يضيف الثاني على مرتين في الأولى صد الكرة صالحي هو في الثانية صد هذه التسديدة التي أبعدها إلى الركنية والحذر حتى يعطي كل ذي حق حقه. رفع هذه الكرة الوقت يمر والنتيجة على حالها الرأسية تغيرت النتيجة وعدلت الشبيبة. إن على كرة القدم التي لا تؤتمن صادو صادو سعد فوق الجميع وعدل النتيجة. غفلة غفلة المولودية انقلبت الحية وأصبحت لمصلحة الشبيبة لأنه بعد أن ضيعت ركلة جزاء قلنا بأن الشبيبة عادل أمل التعديل وبالفعل في أول كرة وفي أول محاولة عدلت النتيجة من قبل المدافع الذي فعل ما لم يفعله المهاجمين. أرفع هالو حط هالو في راسه براسية هز بها شباك المولودية وحرك بها المدرجات حرك بها أنصار الشبيبة على المدرجات الذين استعادوا الأمل وانطلقت المباراة من جديد في سيناريو تشكوكي. سيناريو تشكوكي يا محمد والله يعني كنا تكلمنا قلنا بلي الحل هو في الكرات الثابتة لما